عدولة، تعرف انه انا بحب كثير اتمشى على البحر؟ ايه وانا كمان. رولا؟ حلو كثير هذا التركواز اللي لبستيه، كثير مزوقة. مرسي حبيبي. بس ليه ما جبت الفوشيا؟ عدول لانه الفوشيا هديك للظهرات، هيدا للبحر. اوكي. عدول شفت سبحان الله الشمس حلوة؟ ايه. هون. ايه. كثير حلوة. رولا؟ نعم. بتتجوزيني؟ أنا؟ حبيبي. يا خيي. يا خيي. يا خيي. أي أي أي. هيدا فتول الكهرباء عم شو الفتورة هذه؟ خدها خدها يا خيي. بدي حاسس شي غريب بظهرك، وجع هيك عالخفيف ملبك، حيران بأمرك وحاسس نهارك مش ظريف. وجع يا زلمة بجسمك ماشي، مع انه المنظر جميل مطل بيعطي عبيروت هالغرقة سبع مرات، مع هيدا وكله قرفان جبل زبالة عم يخضر ودرخون معرم يعان. شو بدك في بلد أغر؟ ويا لبنان دخل ترابك عالأرض تاني ما إلك، ما أكيد لأنه بهيك تفزيع صعب تلاقي مثله. وما إلك صاير معك شي مرة توعى مكسر، مش طايق اوعى حدا يتعاطى معك عبكرة الظهر وعشية. وشو مسوية عالتلفزيون ليلية؟ قوم ظهار عملك شغلة ما بيسوى تتكسلن هيك. هيدي الماما بتشجعني بس انا من جوا هيك بركض بهرب بوعى برجع، بس كله براسي من جوا مشكل راكب. وهو هيك بروح هيك بروح هيك بلعب هيك بلعب هيك بعيش هيك بعيش هيك بلعب هيك بلعب هيك بروح هيك بروح هيك بلعب هيك بلعب هيك بعيش هيك بعيش هيك بلعب هيك بلعب هيك. قصت لي الفاتورة على 20 سنة. طيب يا خيي سلمنا جدلا انه نغير جو، وجع ودوخة وراس تقيل. شو اللعبة هيدا؟ انا لقيت شو عملت؟ خلو هيدي شو بايدك السكينة؟ سكينة؟ هي سكينة؟ خلو هاي السكينة بايدك شو هي؟ هيدا سكينة صفش. خلو ليه ليه فهمت السكينة؟ ما عرف ليه بعملو بالغلط شكله هيك ما بعرف. ليه صفحة تقدر ليه صفحة صفحة؟ صفر؟ خلو خلو روح من وجهي.
روح من وجهي. أنا كمان خالو. شو أخبارك؟ منيح، شو أخبارك أنت؟ إيه كتير. جاي أخبرك، اسمع الخبرية واضحك. امبارح بالليل زهقت، الساعة 3 الصبح ما كنت نعسان، تعرف شو عملت؟ رحت أطرابلس سباحة. خالو من بيروت عطرابلس رحت سباحة، ما خفت لحالك بالليل؟ لا، ما كان في قناديل بالبحر. سلي حالي. مرة خالو عقصني دبور، عارف؟ ايه، وشو عملت؟ ما قتلته؟ لا، ما قتلته. رحت على الوكر الكبير، شديت عليه، رفعت دعوة على الدولة الدبورية. ايه شو عمل يويل؟ كان هو نائب رئيس مجلس الإدارة، حطوه على الموقف صار يعمل قهوة. خالو، بدي عزبك تعطيني الإسبادري تحت البوتس هونيك؟ كسوف؟ ايه كسوف. شو يعني؟ مو بعرف. كسوف خالو يعني شو؟ كيف بدي افسر لك اياها هيدي؟ كسوف خالو يعني وقت تكون طالعة الشمس ويجي قدامها القمر بالنهار هيدي وبيقطع لها النور تبعها بغطي عليها، هذا اسمه كسوف. عرفتها. يعني اللي بيمرق القمر بين الارض والشمس والصوت تبع خياله بيمرق على بعض عرض 19 كيلومتر من سطح الارض، واكثر مره بتضل الاكليبس 6 من 30 سجاد على الاكواتر، وقليل قليل انه الاكليبس تكون كامله على مساحه اكثر من 1 مليار كيلومتر خلايا من مساحه الارض. هدي يا خالو. هدي هي خالو. خلص سيبه، اترك خالك شوي يرتاح وفوت انت كفي سندويشتك جوا. يلا حبيبي يلا، بدي احكي انا وخالك كنتين. الحكي مش مثل شوفي اصلا. يا بيبو يا حبيبي، فوت كفي سندويشتك جوا يلا. بكره بس يجي بابا بدي اقول له كيف عم تعامليني. انا اللي بدي اقول له قديه عم تعذبني وعم تقهرني. يلا فوت لجوا. حبيبتي فوت لجوا. مفكرة حالي كثير، عارفه ما حلو واحد يفكر حاله كمان. حبيبي فوت لجوا يلا. شو خي عادي شو بدك؟ شو؟ اختي ابنك منين بيجيب هالحكيات؟ برني برني اكبر من عمري، خذ العين عنه. في موضوع بدي احكيك فيه كثير. شو قول؟ شو في عادل؟ ما بدي احكي قدام ابنك. بك شو في قول؟ اختي بدي اتجوز. بدك تتجوز عادل؟ ايه. كيف بدك تتجوز عادل؟ كيف بدي اتجوز اختي؟ مثل كل العالم بعمل عرس وما عرس. اوكي حبيبي، بس انت قادر تتجوز يا عادل؟ ولو اختي شو عم تشكي فيي؟ معلومة قادر اتجوز. طيب مين بدك تتجوز؟ رولا. رولا؟ ايه رولا. حبيبي عمي انا بنبسط لك كثير قد الدنيا، بس الوضع الوضع يعني ما يقوس منه. يعني انت اصلا فيك تلحق على ادويه ستك؟ اختي بشرفك نسيلي ادويه ستي، اعملي معروف. ما مفكر فيها انا، مبكلها من كل الميلات وحسب لحساب. بعدين اختي ما عم بشتغل شغلتين انا، الوظيفه الرسميه على بكره 8 ساعات، وظيفه البنك بعد الظهر كثير منيح. هلا انا فكرت ما زال انت عندك مكتب توظيفات، قلت انا بدبري لي شغله بارت تايم لعشيه، وهي بتصير اشتغل ثلاث شغلات وبيمشي الحال. حلو كتير، ثلاث شغلات، شغلتين بالنهار وشغلة بالليل، وإمتى بتنام؟ يا أختي شو بكي؟ ما عم بقول لك الوظيفة الرسمية على بكره، شو فكرك بكون عم بعمل يعني؟ يا الله. بعدين رولا عندي وظيفة كتير محترمة، كتير محترمة، بتجنن، بتطلع كتير منيح، قال هي بتساعدني. حلو، قد ايه يعني بتقبض هي؟ بتقبض كتير منيح، بتقبض لها بحدود شي 300-350 ألف. 300-350 ألف؟ ايه، على كل حال رح تلفن لها أسألك إياها، رح مفكر 300-350 ألف؟ ايه، على كل حال رح تلفن لها اسألك اياها، رح مفكر انه عم بحكي. رح اقوم اتأكد لك هلا تلفن لك، رح مفكر انه عم تزيد خبريات من عندي او شيء. الو 43. اوكي
شو 43؟ 43؟ اوكي شو 43؟ يعني قد ايه صرت تقبضي اخر الشهر؟ طيب شو خص 43؟ ما مفسر لك قصة الأرقام بيني وبين رولا؟ ما خبرتني شيء. ما بعرف مفسر لك اياها. 43 كيف قبل كان في مورس؟ بتتذكري؟ مثل الشيفرة يعني. شيفرة. اوكي. هلا أنا ورولا متفقين على شيفرة. بتعرفي هلا غلا سلولار وفواتير وما بعرف شو. مثلا بدل ما أقعد مت حديث مع إلا أنا، ألو رولا قد إيه صرت تقبضي آخر الشهر وما بعرف شو وحكي وحكي وهي بتقعد تجاوبني بتطلع لآخر الفاتورة هالقد. طيب. متفقين أنا وياها على أرقام. اوكي. بس بقول لها ألو رولا 43 بتفهم هي إنه قد إيه صرت تقبضي آخر الشهر؟ بتجاوبني هي برقم. يعني كل رقم بيرمز لشيء؟ عين عليكي. مش فكرة؟ طيب 23 مثلا. 23 اختي شو بك يا هي مسبه عيب. مسبه؟ ايه بعدين ما تقولي يا بابا قدام رولا انا ما بسب قدام رولا. ايه عادل في شي خبط على الشباك. شو جايبها هيدي هلا؟ لحظة أختي شو بدها رولا بعتتك هلا؟ ليش عم تسأل؟ شو ليش عم بسأل؟ رولا بعدين بخبرك. عند رولا هلا مش طقي حنك. يلا عند رولا. خد شمال. الحمامة هاي لألي أختي. الحمامة لألك؟ ايه. هي ما كنت عارفة إنه عندك حمامة. ولا هو أختي شو بك نتالي؟ من زمان عندي إياها بس بعيرها رولا من وقت لوقت لأنه حرام عايشة على يونيتي. هي لكم يونيتي بعد عندها؟ معبالك عايشة على يونيتي. فهمت يعني كم يونيتي بعد بقيلة؟ معبالك عايشة على يونيتي. يونيتي وحدة بعد معها. إذا حكيتني فيها كيف ترجع تحكيني كل الشهر؟ قوم رد على ستك شوف شو بدها. يلا شو بدها؟ طب روحي أنت شو فيها؟ دايما أنا. شو بك يا تيتا؟ شو بدك؟ أيا مش شاية تيتا؟ مش شاية سمعتك فيها ستي. هاي؟ ايه هاي. طب تيتا ما زال بدك يالا شو شبعتيني فيها؟ طب جيب لي اياها ستي. انا عفيني اشتغل عندك هونيك عتيلة اوضة. عفيني اشتغلها. الله يساعدني عليك يا تيتا. اخدتي ادوية اليوم؟ معك خبر انه بنتك بدها تتجوز؟ ومن هو ابن الحلال؟ اسمه عادل. ما مصاري؟ موظف ببنك بابي وبيشتغل كذا شغله كمان. انه معه مصاري؟ بيمشي حاله بابي يعني انا وياه بنساعد بعض بنرجلش حالنا. مش من مستوانا. يا الله يا بابي متزوج ام كثير بنتنا. اذا ما معه مصاري لمرتب وياسين يعني شاب خس الكب. انت لازم تاخذي شاب يكون طب
بنظري. حتى مضروري كنت طب بنظري كمضروري كنت طب. انا بعرف حالي ومكتر على اني بنحب. انا بعرف شو توكي توكي من ابوكي بغردق في وبيقلك ما بوكو هالشب. في مرة طقت بدينتي هالشب خرج الكب. لك يا آدم. لك شو بكي؟ أمي من لك شغلة تنفعك تصيد لك كم سمكة تتغدى أم حاجة عدلة تتشمس. مالي جلادة؟ مالك جلادة؟ وصيتك امبارح على 3 كيلو لحمة ديناصور ليه ما جبتهم؟ نسيت. نسيت؟ نسيك الموت؟ بدي لحق أكل شي بهالنهر؟ مين هلا؟ الو. ايه نعم اهلا. مين بريده؟ قايين؟ قايين ادم منه هون. ظهر. شو ظهر؟ ما نحن اصلا عايشين برا. انه راح على المغاره جيب لي كم غرض. ايه ايه بس يجي بقول له باي. 100 مره قلت لك هيدا قايين ما بريده تلفي لهون. ليش؟ لانه قايين واحد هبيل. مش بس قايل وهبيل كمان. اسكتي 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 اسكتي. كانت غسلي راحت المخيطة بدي اعرف شو عم تعمل فيهم هالسليبات. شو عم تعمل فيهم؟ ما بيتلحق لك يا حبيبي. كل جمعة بلقوت لك 6-7 سليبات كله سنياسن زلختو وشوح وما بعرف شو. ما في انا كفيك ادم ما بقى اتحمل. اسكتي اسكتي لحظة. شو؟ شو؟ علي صوتي. ايه عفيك. ادم قدومتي. شو بدك هلا؟ قدومتي حبيبي ما بدك تقلي هالتفاحة؟ ما بتعرفيني ما بحب التفاح. عندي الرجيع على التفاح. لو خلصني كل هالتفاحة بقى لي 35 سنة ناطرة ما بقى فيي. اشو عم تتكبر يا عمي ولا اشو عم يتكبر؟ كيلو التفاح ب 5000 ليرة مكبكب كله بالبرادات يا مين يشيل. مش معقول انتو جنس حوا شو بتنقوا؟ والله ليك هاللحية وهالمنظر ليك. صار لي يخترع شو شفرة بقى يخلص من هالمنظر. يحلق لي بقى يخلصني. عفوقة ايه مرق نوح امبارح سأل عنك. كان عم بيفتش على حيوانات لسفينته. نعم بتنكتي يعني؟ نكتين. قوم عمل لك شغلة تنفعك. قوم رتب هالبيت. قوم لقوت شوية صخور رتب بركي اجى لعنا حدا. شو بدي لحق اكل شي؟ شو راسي كمبيوتر انا؟ شو يعني كمبيوتر؟ ما بعرف كلمة طلعت معي هيك بالهوا ما لها وجود. مثل ما بيطلع معي ايام كلمات هارد ديسك وما بعرف شو ايش شايف فلوبيو. اخ دخلتن ما صدقت. مزبطين؟ هي جلد وعشرية. ديانا هيدا الميكرو ادم. يا الله هالدور شو مهضوم. اخ لك البحث. حبيبتي جيت لشوفك انت عم تصوري. شو هالفوشه يا عمتي هيدا؟ شو هالفوشه؟ 100 مره قلت لك ما تخلي امي تلبق لك الوان. ليه مش حلوه؟ بلا يلا بدي اغير ثيابي بالطرفان. عمتو جاي لخبرك شيء. نعم مسيو. ما بدنا رزنمات. مسيو بدك رزنمه عمتي؟ لا. ما بدنا رزنمات. مدام شو بتستعملي مسحوق لتنظفي ثيابك؟ ثيابي؟ شو بلا مخ انا تقلبوا صيت ثيابي يا مسيو؟ يا مسيو هو ثيابي الفيلم. انا ممثلي عم صور. انا ممثلي. انا فنانه وضيقة طعمات كتير. ميرسي باي باي. مدام لو خلص يا حبيبي بدي اغير ثيابي. هل عندي دموزيل؟ هل عندي عم تنظريني؟ صدقته هلا الجقل موت. مدام عمتو عمتو انا جيت لخبرك شي كتير تنبسطي. ما تقولي لي امك مريضه. عمتو عم بمزح. لا بدي اقول لك انه انا بدي اتجوز.
مبروك يا حبيبتي، بدك تتجوزي؟ عم منو هالبلا نظر، مين بدك تاخده؟ مين العريس؟ عنده شاب اسمه عادل. ايه؟ ابن عائلة. ايه عادي عادي خبريني. ايه؟ وادمي. ايه ايه عمتي ادمي، بس قديش ادمي عمتي؟ انه عمته يعني مش كثير ادمي، بس انه انا وياه بنمشي الحال، المهم اني بحبه. شو؟ مهم انك بتحبيه؟ ليش انت بدك تاخده واحد تحبيه؟ بدك تاخده واحد يهتم فيك، يعيشك، يعيش اهلك، يعيش عمتك، عزنين لنا شغله، عزنين لنا 1000 دولار، عزنين لنا شقفه ارض، عزنين لنا سياره، انمون علين تلفله، اهم شيء انه بحبه. بتقلي عم تطليل. خلص سكري لي هالموضوع واغلقيه غلق مينيموم. خلص طيب سكتي، انا بدبر لك عريس. شو هيدا بحبه؟ في هيدا المنتج اللي عم ينتج الفيلم اللي عم نصوره هلا، هيدا حوا بالتفاحه، زلمه متعلم ومتكلم ومرتاح على وضعه كثير، ما زال بينتج فلومي بامريكا. ولا كلمه. أنا بدي أعرفك ليه هذا زلمة خلان بلبنان بس أصله مكسيكي، اسمه مونتج دي أوكا، ليك من العيلة، مونتج دي أوكا. أنا بدي أعرفك ليه ولا كلمة، هو عم ينبش على بنت مراتبة لبنانية يتجوزها تكون متعلمة وكويسة، اليوم بعد الظهر بتجي معي مالي إلى عندي هو، بعرفك ليه بالبيت عندي ولا كلمة، ما بتجيبي لي سيرته هيدا، ما بعرف شو اسمه، عادل معدل ما بعرف شو، قدامي شي عمي ما بحبه. حبه قال بحبه. اسمع مطلوب موظف حائز على شهادات في المحاسبة لديه خبرة 7 سنوات على الأقل، يجيد الضرب على الآلة الكاتبة والحاسوب، يتقن 5 لغات، ويجيد تكنيس وتمسيح المكتب وتقديم القهوة والوقوف على الموقف وغسيل سيارة الست، معاش مغرم. مطلوب 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 مطلوب. ايه مطلوب. عطينا خط. مين؟ أختك يمكن. ألو. ايه أختي. شو عادل، ايد شغل تالت ولا بعد؟ عم بتطلع، ما في شي مهم. عظيم، كيفك بالمساج؟ مساج؟ ايه مساج عادل. لحظة، اوكي بحكيكي بعدين، اوكي باي. مساج عادل، شو بك؟ كل عمرك وقت يكون حدا منا بالبيت عنده والتيب او عم بيجعوك تلفيته، كنت تعملنا مساج. ايه طيب. خلص هيدي المدام بدها حدا يعمل لها مساج، انا بحكيها. خلص انت، شو بدك؟ الو، بونجور مدام. كيفك؟ دبرت لك حدا مشان المساج. اي نعم. اذا بتحبي ببلش اليوم. 4:30؟ خلص راح يمشي على 4، بس هو كان مفضل يمشي على 2 مشان العجقة يعني. بتعرف ايه؟ خلص كرمالك راح يمشي على 4. اوكي. اوكي اورفار مدام. زبطت مش الحال مش الحال. خليفي واحد بده اياك برا. وين؟ برا على الشباك. ايه. يا الله. كبي لي مفاتيح سيارتك لسفل لك اياها بالفاي. خلص مش حزينه، فين لي بعد شوي. طيب مثل ما بدك. عمتي. ايه عمتي؟ بور اون فوا حياتي، ركزي معي. هيدي فرصه ما لازم تروحيها من ايدك يا قلبي. هيدا زلمه ما بيعرف شو معه مصاري، ما زال عنده طياره خاصه لإله. عن جد عمته؟ لك ما بيعرف شو عنده شركات. لك بينتج فلومي بكل بلدان العالم. ليلو شفتي؟ ما زال عنده يخت، ببلش من هون، مش معروف وين بيخلص، بعد ما حدا عرف وين بيخلص يخته. لك مصاري فوقه وتحته يمين شمال اللي بيكون عليه. وصل ليك عمتي، أهم شي عمتي بيني عن قوة ثقة بحالك، يعني تبيني ثقتك بحالك قوية، لأنه يلا تحت الدوش يلا، لأنه هذا زلمة بارم كتير ومعاشر وشايف كتير، ما بتمشي معه وحده سطله بلا شخصيه مثلك. اوكي. بيني عن قوه ساعه مثل عمتك، فهمتي؟ اوكي. وفوتي بالحديث. يلا. ايه يلا يلا يلا. مونتج دي اوكا. مدام شراكة. توجور اليغانتي، تيري ا كاتري بانجلي. ايه دافير كي تسويف لسي كوسمي توجور الانفينيتيف مونتج. مي؟ هو ده قرنكار. بحب عرفك عم تخير ولا. شو هالبيت الرائع، شرف كبير لإلي اني زورك ببيتك. وهيك. يا عمي نحن شرف لإلنا، نحن شرف لإلنا، مونتج دي اوكا ببيتنا. يا حياتي شو صار؟ يا عمي وين بعد في ستات بيوت هيك؟ يا عمي وين بعد في؟ تفضل يا عمتو. ميرسي عمتي حياتي، ميرسي. ايه مونتج دي اوكا. كيف لقيت لي بنت خيي رولا؟ روعة، كثير حلوة. ما هيك؟ هيدي الأصلية ولا التقليد؟ نعم.
هيدي الأصلية ولا التقليد؟ لا هاي الأصلية، هذا الموديل كله أصلي ما أجى منه تقليد. رائع رائع، أنا عندي ضعف على اللوحات الفنية الحلوة. ضعف اللوحات الفنية؟ آه تابلو قصدك؟ إيه وأنا بحب اللوحات الفنية. عم تيروا لفوتي بالحديث عم يعني. يا أهلا وسهلا. الله الله. ميرسي يا منتج. بدي أقول لك إنه أنا ما كنت مفكرتك لهالدرجة بشع. سوري سوري سوري. بالإذن بدي أستأذن منك بس بدي أغير عينية الغاز لأنه ليش شهرين ما عم يصير لي غيرها. هلا؟ لحظة بس قومي. أوكي 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 تفضلي تفضلي. قومي قدامي قومي قدامي. شي قدامي شي قدامي بقول لك شو عملتي شرفتيني شرفتيني. ولك كيف بتقربي لهون؟ كيف بتقولي له للزلمة مش بتخيلتك هالقد بشي؟ قربي لهون قربي لهون. عمي 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 شو بش بعيد شو؟ بالشهبية بالطنجة شو بعمل فيكي؟ قولي قولي ما كل الحي بيقول فادي الشريقة جنتلمان، كوني شي مرة مثل عمتك. كلهم بيقولوا بيعرفوا وحياتي اني جنتلمان، جرستيني كيف بدي ظبط حالتي هلا؟ بزقنا على الزلمة، انت لقينا كلنا معي. طيب يا عمي ما هو بشي شو بعمل؟ بشي شو بواحد بتقولي له بوشه شو هو إليكي؟ بتفوتي معي قربي لهون، بتفوتي معي لجوا هلا، سمي سمعتي شو بقول لك بتعملي فاهمة؟ نعم. وبتوزني كلامك بتتبعي على كل كلمة عم بتقوليها رح تطيري من ايدنا. اوكي. مشي قدامي يلا مشي. طب لحظة ما بدك تغيري عن الغاز؟ اي يعني انت دخلكم. طب لحظة شو بقتل حالي وبخلص انا بقتل، مشي قدامي فوتي مشي. غير عن الغاز. طيب. يا بوشيتون شو حلوين وشو نعمين هالسمكات شو لطيفين. ايه تيكي 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 اخي يا اخي يا اهلا وسهلا سوري تأخرنا. ايه ويلكم. طعميتوا للسمكات؟ شفت شو كريم؟ هاي دول كتير بحبوا القماش السمكات اللي عندي. المنتج دي اوك اهلا وسهلا. كيف لقيت اللي بنت خي رولا؟ ما قلت لي. وين؟ مين؟ ايه هاي كيفك عمو؟ منيحة؟ بأي صف انت؟ بأي صف انت؟ هي قلت لي لازم غير لها شكلها من اساساتها. We'll be right back.
500. عمو روح فل من هون. اعطيني 500. عمو ليه لزقة انتو؟ ليه لزقة؟ ما معي 500، روح فل. اعطيني 500. عمو روح فل من هون. اعطيني 500. عمو ايدك ايدك على الازاز، ما تلزق. اعطيني 500. عمو لا عمو ما معي 500. ما تلزق. روح فل. اعطيني 500. روح فل، ما معي 500. اعطيني 500. ما تلزق. ما تلزق. اعطيني 500. ما تلزق. صار شيله 18 موظف، بس انا رح احكيه لانه بخص حدا بيعرفه كثير، بقى رح احكيه هلا، اوكي؟ خلص ما بعتذر. ايه اللي كنت انا برات السيح ما انتبهت. الو بونجور، مسيو انطوان. الو سالي مين؟ معك ناتالي عم بحكيك من قبل مسيو فهد. ايه انا بخصه. ما بخصك، لا ما بخصك، انا بخصه. ما بخصك، انا بخصه. ما حدا بخصه اصلا. ايه نعم 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 حكيك مسيو فهد بخصوص خيي ما هيك؟ نعم قال لي. كثير منيح، لكن رح نروح لعندك اليوم؟ اليوم مش فاضي. منيح، ميرسي كثير اورفار، ميرسي باي. خليك عم تحكي. قلت لك 100 مرة بس كون عم بحكي انا على التليفون ما تنطشني ما تحكي. عم بحكي مع ناسي ما حكيتك يا عمي. عادل حبيبي ناطرك الزلمة بالهيدا محل ما قلت لك، يلا قوم روح. هلا بروح لعنده؟ ايه محل ما دليتك. ما خلصت الرسمة. برافو حبيبي خلصت الرسم، فرشيني اياها يلا. ما فيي ما انا شفت، كيف بدي امسكها؟ يلا معي فرشيني اياها. ليكي. بعد ما انا شفت. You can.
اسود. اخصى عليكي اخصى عليكي، مش انا سوسو صاحبتك حبيبه قلبي يا وحشه يا حبيبتي يا سوسو. كات اخ دخلت لكم فيا. انت شكلك موتني من الضحك، معقول؟ بس يجي لكم. يلا يا حبيبتي تعالي نخش نغير هدومنا جوا. لا نروح النادي مع الشله. شله شله الغلطة تمرر. ايه بنتخيل رولا. هاي عمتو رولا، يلا شوفي جوا يا حبيبتي. دخلتكم يلا. دخلتكم متصلة مع عمتي حبيبتي. كيفك قلبي؟ كيفك؟ مونتش دي اوكا مدام شريقة. يا اهلا يا اهلا. اهلا فيك. عرفتك عم تخيروا لا. شو هالمشهد الرائع، شو هالرقص الحلو، شو هالابداع. لا في شيء مش مزبوط. رميلا شوف، كنت عارفة انه نسيل شيء. شو في عمتو؟ شو بك؟ لحظة ما تتحركي عمتو. شو عم تعمل؟ لحظة رح. شفتي؟ غير وحدة صرتك تعرف انه نسيت شيء. مونتج دي اوكا بنت خير ولا. ما عرفتينا بنت خير ولا للمرة السابعة. مدام شريقة ما كنت عارف انه عندك بنت خير رائعة بهالجمال. مدام شريقة وين كنت مخبيتيها؟ بالجرور. عبد زمان ما شفت شيء. خليني خبرك عنها. هلا هي جاية معك يا طلال، بس خليني افسر لك عنها شوي. تيتا شو تيتا؟ اي دواء؟ لك يا تيتا، لك يا تيتا، مالك بالعادة تغلبطي؟ اي حبة اخدتي؟ الصفرة؟ اخدت الصفرة ستي، الصفرة صفرة؟ لك يا تيتا لا، الصفرة لا، بزقية يا تيتا. ما تيتا انا حطيت لك على المرتبين اشاره خضراء. خضراء؟ وتبع القلب اشاره حمراء. تيتا اذا عزتي شيء ايه ترقيني من الشاي، انا رح ضل فاتح خطي الشباكه. طيب ستي حبيبي طيب. توقع ستي توقع، الله معك حبيبي.
بعدين شو الحلو فيها؟ منا مصلحجية ابدا ابدا ابدا. مش انه بتتعرف على الشخص كرمال انه معه مصاري او بتستفيد منه او انه عمتها بتستفيد منه بشي 17,000 دولار عليك 300 دولار من دبرهم. مصروفه حلو كتير بتوفر عليك ملاوي. لك ما زال بتعمل 350 بالتانكة. وين بعد في هيك بنات؟ ايه دخلكم ما بقى فيه. دخلك ما كان لازم تكون عندنا مش ساعتين. نعم بس انا لانه هذا الاوفر هول هاته بيطلع على قدك. نعم. بس شوفه نظيف البسه وحافظ على نظافته. اوكي. لانه الشعار عندنا نحن هون بالمؤسسه ايه النظافه. شو ايه النظافه؟ ايه وطي 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 وطي. ايه ايه اوكي بس بس منيحه مش لإلك. ليك شفت هول اللي قاعدين هنيك هودي عم يرتاحوا على الكياس. ايه؟ هول بدك تشتغل معهم. برتاح معهم يعني؟ لا مش ترتاح معهم لازم تشتغل معهم. اوكي اوكي. واذا ما عجبك الشغل هنيك فيك تنقل على غير مطرح. لا تحت احسن. اوكي. هلا بخصوص اختي حكيتك على التليفون لانه قلت لك يمكن هولي بدك تتعود معهم تشتغل. نعم. وتتعلم منهم اذا بدك تكمل شغل بالمؤسسه. لا بس كرمال اختي يمكن ما حكيتك بخصوص الشغل. ليه ما بتروح تشتغل هنيك؟ راح روح اشتغل هنيك. هلا عرفت كيف بيعلب الدرة. عم بقول يلا وينك ما عم شوفك؟ إذا ما تلفنت ما بتلفني؟ 14 عادي. آه والله 13.5 54 44 رولا 44. أنا عم بستهب لك 13 53 12.7 عادل 45 12.8 وأنت معك خبر بهالشي رولا 9.14 23 تفه طلعت هلا. شو بدها هيدي هلا؟ تيتا جاي ديع عم بلبس. كفيني انا. شو بدك تيتا؟ زهقانة كستي زهقانة طالع خلقي. ناولني هالصفات من وراك هونيك وسط النهارات من السلة اعمل لك شي كنزة. يا الله كنزة لالي؟ أحلى كنزة لأحلى شاب. إيش بدك لونك يا ستي الكنزة؟ حمرا ولا صفرا؟ حيالله تيتا صفرا. إيه هدي ردها لها هونيك يلا تشوف. عشي وهيدي ختمنيها يا ست هاتي تشوف اسلي اياها بس هيدي قياسك على الاكيد على الاكيد قياسك هاتي تقبرني هفت ضيعنا شوي
قميص الكارو؟ طلع هون بنتيب. ليك خيب شرفك، أي ساعة يوم بتكون بالمصلحة؟ ليه؟ لأنه عندي شوية معاملات بدي خلصهم. أنا كل نهار تحت مرأي ساعة اللي بدك. عاملين جروب فاتين ليخة ما ليخة، ما في نوم اليوم. طيب ليك شو بدي أسألك، عندك شي ملون للغسيل؟ لا. أبداً أبداً؟ لا لا. طيب لكن بشوفك بعد شي ساعتين أنا. باي. مين عم بدق؟ سلولارك يمكن، رد رد. شو في لقميص الكارو؟ ألو؟ أنا مين واعد؟ بدي شيل كركي أنا وياه. عمو يوسف. وأنا مين مشتاق؟ لك كيفك، أنا كمان مشتاق لك. قريبك عدل، عدل، يلا بدي شيل كركي، تعال تعال يلا تعال بالبيت يلا. عمو يوسف ما بقدر، ما عندي شغل أنا هلا. لك بلاش لطية، صار لي سنة سنتين واعدك، مرة واحد مرة واحدة بالسنة بشيل كركي، هلا بدك تعمل مرئيات ومدري شنو، يلا تعال. طيب هلا بمرق 10 دقايق مش أكثر لأنه عندي شغل. إيه بيكون أحسن. طيب عمو يوسف. رولا يا رولا. شو بدنا نخبرك؟ عندي 4 بيوت بلبنان. هالقد؟ وراح أكتب لك إياهم باسمك. أنا؟ وإذا ما عجبوكي بعمر لك بيت خامس. أكيد أكيد رح يعجبوني. بس انتبهي، مش بيوت سكن. اليوم عبكرة اخترعت لك نكتة، انك في الدين نكتة بتجنن، كتير كتير جديدة. والله شو هي؟ جديدة ماكسيموم. التقيت بواحد جاري عبكرة، قام قال لي صباحه. بتعرفي شو قلت له؟ شو قلت له؟ كل اللي معنا راحوا. والله بعد في كتير، هلا بخبرك اياهم. عمو يوسف يا اهلا. مرحبا يا أهلا. يا اهلا كيفك حبيبي؟ اخبارك؟ كيفك عمي مشتاق لك انا؟ وانا كمان. يا اهلا يا اهلا. شو عم تاكل عنب؟ ايه هلا فرمني بس لك حصتك موجوده، هاي الحبه كلها لك خدها. يا اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ بتشيل كركي؟ شو؟ بدك تشيل كركي؟ بنشيل كركي. ايه يلا شيل قبالي. يلا. انا وينك صار لي سنتين بقول لك بدنا نشيل كركي، انا وينك بتعمل؟ هيدا بتصير من مكانه. ريبك عادل يلا فوت فوت بساولة فوت. ابو يوسف شو هذا مش هالحين هون؟ في هون شيء؟ وين؟ ها؟ لا هودي ماشيش، هودي دوخهم ريمون. دوخهم ريمون؟ لك ايه ريمون ابني، مش دوخهم دوخ العالم؟ ايه هودي اثنين منهم اكل يوم دوخهم، لك مش هالحين. هلا يومين زمان بيوعوا لهودي بعدلون 3-4 أيام 5 أيام، هلا فيو بيضايلوا أكثر بس هودي عدلن خصعين، هودي 3-4 أيام بقى بيوعوا. ولو أنا مين مشتاق؟ أنا ريم مشتاق. وحرقت ديبك عادل، يلا فوت فوت الجو فوت. وحرقت ديبك عادل، وحرقت ديبك عادل، مش عندك واصل، مش عندك واصل، وحرقت ديبك. أنت ما بتسكرش أنت وصغير، مرة كنت من لعبك فلت علي كفير الدحل وعاصوك الدحلات وورمت كلك سوا وخديك على السبيطار ضحكت ذبحي. يا ويلي المرحومة ياك اشتحك. يلا انت تفوت تفوت تقعد، معلش بنفوت من قوت الموني، انت من اهل البيت. تعال تعال فوت عادل فوت. لك يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا. عم يوسف كيف قطعت؟ لك اشبيك شد نتفورة ريبك عادل، انت فالش كتف اخد كم كيلو، انا اتبهت لك هات ايدك. شو هالبيب هيدا عم يوسف؟ هات ايدك شدت يا حرق ديبك. رابع عليك عادل، ليش انت بالعمر نازع جسمك، شلك كم كيلو؟ تعال تعال نقعد تعال، ليش شحوم ولف العرقات وقاعد؟ شفت صورتي انا وجلينتون؟ هذا انت؟ لك لا هيدا المرحوم جدي، بس انا وجلينتون حده يعني مش مبينين يعني. لا ما هو ايش؟ البرواز ما قداش، صحينا قلنا عيب المرحوم جدي الكبير فينا، نحطينا له صورته، بس انا وجلينتون حده اكيد فوقنيك غامرينه، شفت اللي معاه؟ تعال تعال نقعد تعال، تعال نقعد سولف وك عمي مشتاق لك، خبرني ايش فيه؟ لا لا عاد هون هون على المال هون هون تخذ الكاميرا هيك سوا حد بعضنا هيك بصير بعيد. يا اهلا يا اهلا بعيدل يا اهلا، ايش بتشرب؟ لا عمو يوسف بشرفك على بكره ما بشرب شيء انا. لا مش انه هلا عن اعزمك انت عامة، ايش بتشرب؟ لك يا اهلا بعيدل شرفونا احبابنا وك عمي. عمو يوسف ما حفيني اطول، عندي شغل انا بدي اروح. وك عمي ما شفتكش بعد، تبلش تعمل لي وانا في وين رايح ايش عندك؟ بشرفك عمو يوسف عم بشتغل 3 شغلات انا وبدي اتجوز. ايش؟ بدي اتجوز. تتجوز؟ ايه؟ ما متش ما شفش مين مات؟ واتعلم من غيرك يا ابني، اسمك تتجوز. خبرتك انا وقت بدي اتجوز، انا ما كنتش بدي اياها البديعه. والله؟ انا عجبتني اخت البديعه. عجبتني رحت عند بايا بدي احكي فيها، الا افيكش تخدمك تاخذ الكبيره بالاول.
ما كانوا يجيبوا 12 ولد بك الايام، ما كانش في تلفزيون بعد، ما كانش ريمون اخترع التلفزيون بعد. ليش ريمون اخترع التلفزيون؟ كيف لك؟ ليش انت بس تتغير بالتلفزيون؟ ايش تستعمل ريموت؟ ايه ريمون، ما مسميها على اسمه هاي الوحده. لقيته عنده 12 13 بنت تيري، وهي النصانية قال لها بدنا نتجوز الكبيره بالاول، فيش تاخذها لما تتجوز الكبيره، تاخذ الكبيره ومين يبديعها؟ والله لا يوريك. قلت له وقف هي قبل شيء، بدي الصغيره. قال لها بدك تاخذ الكبيره. صرت احتال قال له ما بتسعش عندي، ما عنديش محل يا خي، اعطيني الوسط. قال لا وعيدك، خطه وخطه كفل لي اياها 10 سنين، خطه بعد 3 سنين شطت ورحنا نرجع ما سمعتش بالكفاله. ايش صاير عليك وتتجوز؟ خليك هيك حر. عمو يوسف بشرف خبرني قصه الامريكان وقت بده يطلعوا على القمر وتلفن لك كلينتون. قال خبرتك يا 100 مره هاي الخبريه. معلش خبرني اياها بعد مره، بحبها كثير القصه، بتعبي لي راسي. اقرا قديمك انت مزوج. اسمع، 68 بدق لي كلينتون، ايه رح نتعشى. قلت له ايش بدك كلينتون؟ عن اكل شهل. قال لي والله يا ليل عندي مشروع هيك مثل بدي اخذ رايك فيه. قلت له انت شوف. قال لي والله عم نفكر نطلع على القمر. قلت له والله حلو، مشروع حلو، مين ومين طالعين؟ قال والله عاملين هيك مثل جروب وبدنا نطلع. قلت له لك اذا طلع نازل بطلع معكم، اذا بدكم تطلعوا تشربوا قهوه مع اهل القمر تطقوا حالك كنتوا بصيروا مدرجين، ماليش لادي عندي معصب الطاف شلون فاضي للقمر والحركات بدي عندي الوبيت بدي. قال له لحقنا وطلعنا بدنا نقعد نكفي يعني مشوار مش مسحه. قال له لا موفي. قال لي انت حسب خبرتك قديش ممكن يكلف المشروع برايك؟ قلت له يا خيي ما بتشتري صاروخ مستعمل من السوق من شي معرض ولا شي هيك؟ صاروخ نظيف ما يقطعش بطلوع وما يحمش، طلوع القمر بشي طلعة قوية بدك تدفع لك 13 14 مليار دولار. وطلع عند الجماعة أول مرة أول مشوار تطلع هيك صاروخ أبيض سادة بشعة صح، بدكش تكتب عليها هيك شي جمل تاني غير شكل. الله معك أبو رورو مثلا، عين الحسود تبلى بالعمى، لا تسرع يا بابا الماما بتخور غيرك، شيء هيك ايش يعني تطلع حضاره صافي يقولوا انه بالارض في شيء له طعمه. مزبوط. بدك تحط لك قرشان وطالع اول زياره بيطلع لك فاضي. ايه عيب. ابك تاخذ لك 300 400 كيلو بقلي وربك عليم من ناطر في يمكن 500 600 نسمه اصلا. ورواد الفضاء ابك تحط لهم زيتهم كل واحد 200 300000 صحيح طالعين بدهم. لغيت وجمعنا جمعنا على بعضهم كلهم، طلعت انه طلعت القمر كلفت 24 مليار دولار. الخلاص الحديث اشي انه الامريكان ب 24 مليار دولار طلعوا على القمر، نحن صار علينا 20 مليار دولار دين على اشرفيه قفيلش بنوصل. كيفك عاد؟ يلا روح بكفيك العد. عمو يوسف لا يمال بس مضطر روح عندي شغل، لو بقى بيجي لعندك شي نهار على رواق. على رواق قفيلي شو؟ يلا بخاطرك. لوك يا اهلا بعيدل، هيدا بيتك، هيدا بيتك، هيدا بيتك. على فكرة أنا الجمعة الماضية لما رحت على باريس لأشتري تيابي ما قلت لك إنه عندي طيارة خاصة؟ طيارة خاصة؟ خاصة مدتها. إيه خبرتني عمتي. عمتي؟ عم تمزحي. مهضوم مهضوم. ما شفت شيء، وين يا من زمان على أيام المدرسة، هونيك هونيك الحلا. على فكرة أنت بتعرفي إنه أنا المدرسة تبعيتي قد ما بحبها، بتعرفي شو عملت؟ شو؟ اشتريتها. آه حلو حلو؟ لا ميرسي، معي سكري. طيب بالإذن دقيقة. بالإذن ولا بالعين؟ شو مهضوم. عمتو 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 ايه عمتي؟ عم بسمع موسيقى حبيبتي، سوري شو عملتي؟ ما قلت لك انه عندي طياره خاصه. خاصه مدتها. خير عمته. خلص خلص ما بقى قادره ما بقى قادره يا عمي، احمله بجنن على سلامته ومعه كثير مصاري، بس انا ما بعرف مين يكفيك. شو؟ ليه ما فيك تكفي؟ عمته عادل ما معه خبر شي باللي عم بيصير، بحبني بيموت فيي، عم بيموت بيقتل حاله ليل ونهار لحتى يتجوز. طيب شو يعني؟ طيب اذا بيعرف انه هيك عم نعمل خلص ما بعرف بجن بيقتل حاله يمكن. ايه جن؟ ما هيدا المطلوب، مطلوب انه يجن ويحل عنك بقى. يا الله عمته فاهمين بليز. خلص كتي انا رح ريحك من القصه، انا رح تلفن له شخصيا خبره شو عم بيصير بفل عنا بنرتاح. اوعى تخبري، اذا بتخبريه بيقتل حاله بالذهب يمكن. اه انه هو ما رح يشوفك بالصدفه، ما رح يعرف، ما رح يتلاقى فيكم انت ومنتج نهار هيك صدفه يعني. ايه اذا شافنا بالصدفه بيكون هيك الله بليز، بس انت اوعى تخبريه عمته بليز.
طيب انا خبره خلاص. حلفي. شو؟ حلفي انك مش راح تخبري. تفضل بقى. حلفت. حلفي على صوت عالي قولة وحياة صحتي. وحياة صحتي؟ ايه. بدها تروحنا عادي اليوم. لحياة صحتي انه ما راح اخبره عنتي. وحياة مش لحياة. وحياة صحتي انبسطتي؟ ايه. اجري العيدان. سوري تأخرت عليك. يا اهلا وسهلا. اهلا فيك. اشتقت لك كثير. اكيد عم فكر بشغله. ليش ما بنروح هلا مثلا بنتغدى سوا ساعة تنتين اليوم بمطعم لومعلا؟ هيدا كثير حلو. لومعلا بجنن لومعلا. يا ريت. اوكي بنروح. اورايت. طيب بتمشي لان عملنا برمي قبل؟ ايه اوكي بنمشي. ليش ما نمشي؟ اوكي. اسود وسخن عصفو بحيا فول فول. استاذ وجدي استاذ وجدي على القليل ردوا الباب. فول مدمس بلدي. استاذ وجدي استاذ وجدي فول مدمس. استاذ وجدي لحظة لحظة معلم قمر بليز وين مكتب المدير؟ استاذ وجدي؟ ايه ما بعرف يمكن انا عم لمش ناي جايب له صحن فول. تفضلي يلا. استاذ وجدي عم نقطه لحظة لحظة عم نقطه طبعا دي زويت تعرف حالها مع مين الان. الو 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 بونجور اهلا يعطيك العافيه معك مدام صبابيت. اهلا مدام صبابيت وحياتك. الو مسيو عادل عادل معاه؟ نعم. خبرونا انه حضرتك محاسبش كثير كثير قوي. مرسي مرسي مدام هذا من لطفك. ايه بقى بهمني يعني انا وزوجي عندنا شركات كثير شي دزينه دزينه ونص يمكن ما بنعرف قد ايه عندنا يعني وبهمنا نتعامل مع شخص قدير مثل حضرتك يستلمنا الحسابات اذا في مجال اكيد. ممكن مدام ممكن ممكن ايه ولو شرف لإلي مدام. ايه بقى في مجال نتلاقى اليوم بمطعم مطعم لك بنيل لحظة بس تطني تتأكد من اسم المطعم. لحظة بس هذا الاسم اللي بدنا نعمل فيه. لحظة بس ساعتين اليوم بمطعم لمعلا. لمعلا بمطعم لمعلا ساعتين اذا في مجال. ايه بصير مدام اوكي بس مدام صبابيت ما بعرفك انا كيف بدي اعرفك. ايه كيف نتعرف على بعض؟ انا راح كون لابس سكربيني بلا كعبية. سكربيني بلا كعبية؟ ايه اوكي مدام. اوكي. لكن قطط. باي. باي مدام، باي باي. اختي بلا جميلتك لقيت شغل. برافو خيي، برافو حبيبي خيي، بس ليك بشرفك صدق لي هدول الوراق واختب لي هني هيك قال مديرك. يلا على السريع. يسلم خيي عذبتك. يلا بدك شي؟ لا اعطيني 500. روح فل روح روح فل. شو عم تعمل؟ يا ولد شو عم تعمل؟
طلعني بدي اقشع. طلع ايه بس قلك بس طلع هلا طلع بعد يلا احني وصله ايه طلع 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 لك لا نقعد شوي طلع بعد ما في اسرع من هيك زيح هيك شوي يمين هذا مونتج زيح يمين مني ايش هو مزبوط ايه بس هذه هي رولا بس خلص وقف خلص تفيل مطر جايين تتغدوا ايه روقي شو ناطرك روقي ولا مش عم صدق قديش حلو الفيو من هون كتير حلو مش طبيعي رولا هيدا الفيو اللي شايفتيها إذا بتروحي لعندي على إيطاليا على باليرمو بتشوفي نفس الفيو عندي مثل أراضي أنا على أربع مرات حجم هيدا الفيو اللي شايفتيها وعامل مطعم صغير مكان كان أنا وأصحابي منروح هيك منتسلى فيه عنده نفس الفيو لك هيدا عريس وعادي العريس لك برنايطه لك شعره شي مرة ذكرين نكون قاعدين هيك زهقانين بعد الظهر بفز أنا وياك بطيارتي الخاصة بفرجيكي هالفيو اللي بتعقد عن جد عم تحكي يا ريت ياي مبسوط يا ريت بونجور 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 بتحبوا تاخذوا شيء؟ ايه يا ريت تعطينا المنيو لنقيه المنيو اكيد تفضل يا مدام مرسي تفضل مسيو شو هالمنيو هيدا؟ معقول؟ مهضوم ما كتير كبير بتعقلي اوف لا بليز لانه في كتير شوا كبيرة بتعطيني بس 10 دقايق لانه مينيموم بدي 10 دقايق لنقيه 10 دقايق نص ساعة خدي وقتك مدام مرسي يا هلا تجيب عوينيتي احيا وين صار هذا ما يقوم يتاخر عادل وصل عادل وصل يا عيني بدها تولع حدك لك حدك يا غشيم شو بتحب تاخذ استاذ؟ ناطر شخص انا هلا بركي باكل بعد شوي بعزبك تعطيني كباية مي كباية مي نعم أني نت مي كباية مي بي خلي هذا المنيو خلي على بالك باكل بعد شوي مرسي هل أنت سعيدة بحياتك؟ إيه بتخافي من العتمة؟ أنا وصغيرة إيه بس هلأ لا بس سوي على بكره بتفرش اسناني قليل حلو بونجور مسيو شو بتحب تاخد؟ هل انت سعيد بحياتك؟ سعيد شو هدفك بالحياة؟ صير صاحب المطعم حلو بتأمن بالقدر؟ ايه نعم بأمن بالقدر كتير شو في بلاد جور اليوم؟ الثلاث جور ما ورقيات عنب مطفيين بالقدر وبالحامض حلو بتحب المورقيات؟ ايه مشي الاثنين عمو المعروف اثنين ما ورا ايات عنب اثنين ما ورقيات عنب عطناك بتأمني بالمورقيات؟ ايه بتفضليهم بسلق؟ ما في مشكلة إذا بتفضلين بسلق إليلي قبل ما يمشوا الطلبية ما نوصبه شو هيدا؟ لك هالمنيو لك هذا منيو ولا بارافا؟ معقول كله هذا المنيو؟ يا عمي وين صار المات؟ معقول مفضل مطعم ما في حدا؟ مونتاج؟ في انتري بتحب تاخد انتري؟ انتري؟ حب اخد انتري وصالون اوضة صفرة كمان طيب لكن رح نقي غير شي شو غالي الشاورما دجاج معقول معقول يا عمي بعد ما اجى المات ولو نشفيق بدي نقطة مي طيب في بولي على كيال بتريد بولي على كييف؟ بولي على كييف؟ حقيقة أنا محتار كتير عم فكر أخذ الصفحة كلها إذا شيء باخذ الصفحة وكم سطر من هاي الصفحة التانية نقي على ذوقك
ايه اوكي لك منقي غرشه. شو غالي هالبوليقه لك كيف؟ لك هلا انت معك تطلب ليش وقت المني؟ وقت ايه وقت لا؟ لشو قال لشو قال له المني؟ لك شو قال له المني؟ لشو قال له للمني؟ لشو؟ كيف بدها لحظه؟ معقوله؟ خلاص عرفت شو طالع على بالي. الي زمان كثير ما نقيت الكريفات. بلكي نطلب كريفات مع صوص روج، شو رايك؟ فظيعة، الفكرة كثير فظيعة، بس وين محطوطة تنشوف شو بينزلوا معها للكريفات؟ طيب اوكي. فيري جود. خليني على المي احسن شيء. متر. وين تأخرت هيدي؟ بصير هذه السيارة الصفة هونيك لحضرتك. هيدي هونيك اللي بيكوعها هيك كثير الوانها كثير معقدة. ايه هاي لإلك المفروض. ايه لإلهم. ايه الي هاي. إيه بليز اسمحنا بالمفاتيح بدنا نمرق مسكرة على كم سيارة. نعم سيارة المسيو المدام اللي هون يعني. لا كل حال انا ناطر شخص ما اجى طول. عم فكر فرد مرة بركي بفل. مش حرزاني يعني القصة كلها مش. طيب. مرسي. لوك فل! لوك يا عادل! يا مجنون حدك! فل! 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 لوك! بدي انشر على فرجية. دي هي عمته. الو؟ الو؟ ما كنتوا تعرفوا تنقوا انتوا هالمليون نحيف؟ شو؟ ماشي ماشي. كيفك عمتي؟ منيحة كيفك انت وينك؟ ما عمشى عمود الكهرباء. عمتو ما بصدق ما اهضمك. ايه كيف الاجواء مع مونتج دي اوكا؟ منيحة منيحة. هلا عم نتغدى كنا وبكرة رايحين على البحر نقضي النهار كله. والله النهار كله. والله ايه لوين عايا بحر؟ بالبحر الابيض المتوسط. لا عن جد عايا بحر. عسان بيتش. عسان بيتش عمتو. وين عايدة سان ابا بيتش؟ لا سان بيتش سان بيتش. سان بيتش ايه اوكي موفقين لكن. اوكي يلا باي. باي. سان بيتش دور معلم دور نزلني يا دعانا شارع الوش ولا مرح. وقتك هلا. ايه وين مقطوع؟ ها؟ لا وقت غيرنا الفريمات. يا صبي فك لي هالموتير. ليه معلم؟ لا توفيق هيدي بدنا نوقعها توقيع. ليه بده يفك الموتور؟ محروق. محروق الموتور؟ محروق. مع بكره ما كان بقى شيء. ايه حبيبي ايه. ما كنت عم تدخن؟ لا هيك فجاه انطفت. لا بس محروق. كيف محروق؟ مع بكره كان ما بقى شيء. فجاه هذا بيصير هيك حبيبي بيصير فجاه. ايه توفيق ايه. يعني راح الموتور؟ راح الموتور. الموتور؟ بدك غيار موتور يعني؟ نعم. قد ايه بتكلف يعني؟ توفيق بحكيك بعدين. ايه انت شو بتشتغل؟ انا موظف بنك. موظف بنك؟ نعم. من 100 ألف و200. ايه واخر شيء؟ اخر شيء لك 1100. فك يا صبي. طب اذا شيء رح اخذها عند قرابتي لانه ميكانيسيان هو. قرابتك؟ نعم. ميكانيسيان. جوين كلاس هون فك لي اياه. الكلاس؟ نعم جوين كلاس. انه الموتور ما بيشي؟ ما بيشي الموتور، هيدا قصة جوين كلاس. انه بدنا نفك جوين كلاس؟ جوين كلاس. جوين كلاس؟ نعم. هو طب الجوين كلاس قد ايه بكلف؟ الجوين كلاس؟ 400 800. إلك ب600 يلا. شو هلا؟ طب رح اخذها عند قرابتي لأنه هو ميكانيسيان. فك لي الكربيراتير. إنه الموتور ما بيشي؟ ما بيشي.
والجوان كلاس ما بيشي القصة قصة كربيراتور؟ كربيراتير. طب الكربيراتير قد ايه بكلف؟ 150 100 ايوه باخذها عند قرابتي لانه هم ميكانيسيان. لحظه فلتر البنزين شو به؟ اعطينا 20 دولار لشو؟ بدنا نغيره الفلتر البنزين؟ فلتر البنزين والكربيراتير ما بيجي؟ ما بيجي 20 دولار 20 دولار طب رح اخذها عند قرابتي لانه ميكانيسيان لحظة اعطينا 5 5 لشو الخمسة؟ 5 للصبي جيب هالمنفخ نفخ لي هالفلتر البنزين بس انتبه 4-5 سنين بترجع بتقطعك عيشنا 4-5 سنين يعني الو مسيو عادل معك مدام صبابات ايه مدام وينك يا عمي مدام ضليت ناطر لتنتين وثلث مش معقول ما انا من الساعه 1:30 ناطره بمطعم لفشه لفشه مدام ما حضرتك قلتي لي مطعم له معلق خلص هلا الشريعه ما بتفيد ما بتوصل لمحل اذا في مجال بركي بكره بنتلاقى على البحر على السان بيتش على الشط ظهريات خي عم لك فيلم مش بروم اوكي مدام خلص بس كيف بدي اعرفك كيف بدك تعرفني كثير هيني رح البس مايو دو بياس دو بياس فل مدام دو بياس كلهم بيلبسوا دو بياس ايه مزبوط نفكر بشي اسكى لكن بركي بلبس مايو ان بياس لكن اوكي لكني ادمع اوكي مدام باي باي شوف شو ناطرك دمع شوف شو حلوة اللعبة ليك هيدي احلى لعبة عندي على البحر من انا وصغير يعني هاي لا ليك بدي اعطيك رمل كلك سوا مول معروف خلص ما بقى فينا تعبت 3 ساعات بالرمل يا حبيبي ليك شو معظمين لك شو لابين لبعضهم ليك الله يوفقك يفتح بوجهنا بقى وين صار هيدا وينه؟ يلا يلا وصل يا اهلا يا اهلا ترا 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 ولا منتج عمر معروف يا ليتني يالك احلى لعبه هيدي يا ريت انا مطرحك هلا بالرمليت انت بترجع بتطلع بتعرفيني انا ايه قرب قرب بعد ايه بردي بردي ايه قرب قرب حدك على الشمال ايه بردي فتره 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 حدك ايه سخنه 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 ليك شو حلوه هاللعبه هلا بدي اغطي لك وجهك بالرمل لا 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 بليز بليز كله ولا وجه عمون عم بمزح معي انا رح اغطيك بهيدا لك لا لشو حطيت لك لا شو الكاسكيت على وجهك ها معلم معلم اعطينا هيدا السطل عمول معروف ليك شو حلوه اللعبه بتعقد هاللعبه ايه هيدا السطل يسلمه شكرا لك لا شو عم تطمع بالرمل شيل الرملات لك حدك يا مشتوب سخنه لك مجمره هلا رح احط لك راسي كله من هيدا الرمل وارجع ادلقهم هيك حلوه لا وين رايح؟ كل اللي حاطين رمل على جسمهم يشيلوا الرمل على جسمهم حفاظا على السلامة العامة. واللي مش عاجبه بنقول له مع السلامة العامة. واللي في اللي بيرجعوا يركشوا منيح. لك وراك يا مجدوب وراك. فل فل فل. سلولاري 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 عم بدق. مرسي الو طول عمري تكره الرمل اللي حشرت تطمي حالك اليوم رح تعملي لي بالقلب شو؟ ايه ما ماشي ماشي عم بتشرع على البوليس طيب اوكي عمتو ما تنسي بكره عرس ابن خيو لمنتج بفقره رح يعملوه الساعه 5 رح كون فوق انا اوكي؟ الساعه 5 ايه طيب طيب يلا باي يلا باي عما عما مرسي فيني اقوم؟ الو الو مدام صبابيت
حبيبي مسيو كرم، انا عندي 15 شركه معلقين برقبتي، ما في ضل اطردك كل النهار. مدام انا جيت على الشط. بعرف انا ما جيت. عم بمزح. ايه طب نلتقى لكين بكره عشيه؟ لا بكره عشيه ما في، عندي عرس الساعه 5 بفقره. انا كمان عندي عرس بفقره الساعه 5. عن جد؟ انت مين بتعرف، العريس ام العروس؟ العروس. وانا بعرف العريس، لكن زيك العرس. يمكن. ايه عم حلت المشكله، لكن بنشوفك بكره فوق. اه طيب، لكن مدام ادمه اذا شي. اوكي ادمه. ايه بكره باي. يلا روح. ياي لا لا بركي هيدي. احسن شوي. طيب يلا ميرسي ثانكس. استاذ عمين. نعم. شو جديدك؟ حتى بالكوكتيلات في مقابلات كمان. يلا ماشي الحال. على القليل الضيافه، وين هي هالضيافه؟ صار منغني ما فيش لا مناضه عندهم لهالشباب. جديدي يا اختي عم صور حاليا فيلم سينمائي ونعم. وين؟ نعم وين؟ وين شو؟ وين عم تصوروا الفيلم؟ وين عم نصور الفيلم؟ انه انت شو بك يعني؟ بك شي يعني؟ ليش عم تعملي حالك انه ما معك خبر يعني؟ في افهم؟ الا ما تعصبوا للفنان يعني؟ حاليا عم صور فيلم سينمائي. نعم حاليا. هذا شو هاد؟ هذا مش كاميرا قدامك، هذا مش مصور، هذا مش صوت واضاءه، هيدي البنت الحامل سكريبت، مش سكريبت جيرل هيدي، وسكريبت جيرل كمان موجوده، وهذا مش مخرج هونيك، مخرج نزعتها. شو بنعمل؟ منكفي ولا منوقف؟ عمتو؟ يا الله وينه منتج؟ ما بعرف عمتي، عم نبش عليه لساعه وبرو مدري وينه. وينه عمتو؟ عمتو هاي اللي جاية، هاي نتالي اخته لعادل. وين؟ لك هاي اللي جاية معه ولد صغير، هيدا ابنها. هذا ولد صغير. واذا اجت احسن اهلا وسهلا. يا عمتو كيف احسن؟ ما بدي اياها تشوفني مع منتج. رولا وين رايحة؟ رولا خلص. رولا يا رولا. رولا بونسوار. بونسوار اهلا. مش حضرتك مدام نتالي؟ نعم. مدام فايدة الشريقة عمتها لرولا، ممثلة مشهورة معروفة فنانة. انا عرفتيني. بونسوار. تشرفنا تشرفنا مدام شريقة. بحضرتك. تشرفنا. اهلا وسهلا. حضرتكم معزومين؟ نعم. غريب، مع انه مش عازميني لتقالي. ابنك اسم الله؟ ايه يا حبيبي. يا بيبو يا بيبو. كم مرة قلت لك ما تقعد على الارض؟ نحن بنشوف لبستك اليوم سيبك الجديد. تعال نعرفك على طنط فادية الشريقة. بونسوار طنط. بونسوار طنط. يا حبيبي كيف شفت لنا طنط فادية؟ مش حلوة مهضومة؟ حلوة بتقرف يا كثير مشعل. يا حياتي على الصغار. ماما من عارفك بلا ذوق. بيبو حبيبي روح العب هونيك. بقرفك. ايه طنط روح العب هونيك على المهوار 30 متر. اهلا وسهلا. اهلا فيك. وينو عادل؟ جاية بس تأخر شوي. اه جاية بس على أكيد. ايه ايه على الأكيد. على الأكيد جاية. ايه ما أنا ناطرته لأنه. تشرفنا. رواق 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 رواق. تفضلي. ميرسي. عفوا بعت صاحبك رفيقك يروح يجيب لي بوشيه، راح ما رجع. شو بوشيه براسه؟ شوف لي وينه لانه بعدني ناطره. عفوا رولا معي هون بالعرس. عن جد؟ يلا. زاري مين معه؟ مين؟ خطيبه. مهضومة مدام مهضومة، هيك بتحب المسح كثير كثير مهضومة. لا ما عم بمزح، لا سوري، بس رولا خطبك شاب كثير مرتب، مرتاح على وضعه كثير، غني ومريحنا كثير. خلص مدام ما بتحكي لي، ما بيسوى اضحك. يا الله خلص بليز ما بقى تمزح. يا حبيبتي مش عم بمزح، عم بحكي جد انه خطيبة معها. شو مانك مصدقة يا رولا؟ رولا لك يا رولا. لحظة عم بدق سلم. هيدا عادل. الو ايه خي مقطوع؟ وكوين مقطوع؟ ما امبارح بعدك مصلحها.
ماشي حالكم اختي بالعرس؟ ماشي ماشي. ايه وهلا تعرفت على عمتها لرولا كمان. ايه ورولا هون كمان. ايه قولي له انه رولا معها خطيبة. خلص مدام بليز مطلع. خليك محلك ما تتحرك، جاية انا. خلص جاية اوكي. الله هيدي خيي يا الله. شو مقطوع؟ مقطوع مقطوع على سيارته يا الله. هيدي خيي من وقت ما تعرف على هيدي البصارة انتحس. بصارة؟ اي بصارة؟ بصارة ما بعرف شو اسمها، ابراهيم مدري شو. ابراهيم؟ بتعرفيها؟ وما بعرف غيرها ابراهيم. الله وكيلك، كل نهار خميس ملزق عند البصارة. كل نهار خميس؟ كل نهار خميس. اه بس ما في خميس. نعم؟ ايه ماشي ماشي. كثير منيح الخميس لكن انشانتي يا تي. شرفنا. ما تاخذيني انا بدي اروح اشوف عادل لانه ايه بليز بليز جيبيه وانا ناطره ما راح اتحرك. بدنا اشتقنا له. بدنا نشوفه. باي. خميس. عمتو وينها؟ فلت؟ ايه فلت. وينك حضرتك؟ وحده زباله معقول بتروح بتتخبي؟ مونتيج دي اوكا. مدام شراكه. Je suis sûr que vous êtes la plus belle parmi les invités. Oh, maître Corbeau, que vous êtes jolie, que vous me semblez beau. خير بقى شي دوموزيل حسشي مريضة ما عم تضحك معنا؟ بتكون بنت اختي وهي مكسيكية وما بتفهم كثير عربي. انها تسألني لماذا لا تشاركينا بالضحك، فقلت لها بأنك لا تفهمين العربية. انا اطرشك المكسيكية قليلا. كيف حالك؟ بخير شكرا يا سيدتي. في وحدة بعد لحظة. اهلا 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 وسهلا بك في لبنان. شكرا انت لطيفة يا سيدة. هيدي صابع لي ما فهمت. ساعدني منتج ما في كتير فوت بالتفاصيل. عم بتقول انك انت كتير لطيفة. لطيفة فقط. لطيفة لطيفة وجميلة أيضا، أليس كذلك؟ ألا ترين بأنها جميلة أيضا؟ جميلة؟ كلا، إنها لطيفة فقط، تعتبر نفسها أنها جميلة لكنها في الواقع بشعة، لا أدري ماذا تشبه. سؤالي سؤالي فيها شيء جملة مش مضبوط لك وجه. سؤالي منتج سؤالي. قالت منتج ضميريا سؤالي. قالت انك كثير حلوه وفكرتك العروس. شو قولك؟ اهلا وسهلا، شرفونا احبابنا. تفضلوا يا جماعه الكوكتيل. برج الحمل. عزيز الحمل، الكواكب إلى جانبك هالأسبوع وكل الصعوبات اللي واجهتها الأسبوع الماضي رح تزول، اطمئن. حضرتك أكيد برج الميزان. أنا؟ نعم ميزان. عزيز الميزان، مشكلة عادية كتير وكتير بسيطة رح تتخطيها هالأسبوع. المشكلة هي إنه مرتك رح تتركك وتاخد الولاد معها وتصير على الحديدة لأنه رح تشلحك كل مصرياتك والأراضي كمان، بس رح تتخطى المشكلة.
عزيز الميزان بطمنك. الكرة السحرية تخبرك شو عندك وشو ناطرك يا ابني. ام ابراهيم ليه عيوني كبار؟ تقشعك منيح. طب ليه منخارك كبير؟ خلقة. وتمك كبير كمان ليه؟ تتسمعني منيح يا ابني. ليه؟ تتسمعني منيح يا ابني. على كل حال هذا الصوت منه غريب عني. ايه ممرشها شوي. شينجر بينجر شينجر تينجر بينجر. دخلك قلناها بينجر؟ ايه بالاول. ايه بينجر يا ابني. انت عندك حبيبي اسمه رولا؟ ايه مزبوط. ايه ما تنبسط كتير بحالك لان رولا عم تظهر عليك. رولا عم تظهر علي؟ ايه نعم عم تظهر عليك. مش حبيبي مش بس عم تظهر عليك، عم تظهر عليك وخطبت عليك كمان. مش معقول رولا تعمل هيك يا حبيبي. معقول ونص. خطبت واحد معه مصاري كتير اكبر منا بعشرين سنة ومنتج دي اوكا. غلطاني يا ام ابراهيم، رولا بتحبني الي، مش معقول تعمل هيك يا حبيبي. خطبت عليك وبدها تتجوز عليك ويقلك، شو رايك؟ بدها تتجوز بعد 3-4 ايام. ما شو عم اقول لك، وعيلي حالك افتح لعيونك. مش معقول يا ام ابراهيم ما بتحبني الي رولا، رولا ما بتعمل هيك يا حبيبي. ما تجنني، هيدي صورتها هويه بالعلامه وهيدي انا هون معهم بالصوره، صدقت؟ وبدها تتجوز بعد 3 ايام على الزبط. تفضل. معقولة؟ بنجر شنجر. ايه 100%. اعصابي 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 ما دفعت. زبطت 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 زبطت. معقول بتحبني إلي وبدها تتجوز غيري؟ معقول تعمل فيي هيك ضرب؟ مش عم بقدر صدق. روق يا ابني روق، اجي تنق، طول بالك، بعد شوي بيخلص الفيلم وبترتاح.
طالع مو معروف، تركنا لوحدي. مش هيدا خالو اللي بعرفه، مش هيدا خالو اللي بعرفه، لا لا ما بتعرف انه شو صحاب وما بيتأمل لهم يا زلمة. خالو عمول معروف ما طايق حالي، فل من هون. لا مش هفل من هون، انت بدك تفل من هون، انت لازم تروح تحصل شرفك، تحصل عرف وينك، تحصل كرامتك. انا اذا حدا اخذ لي عروستي برمي العمل لحتى ارجع اخذها. انت لازم تعمل مثلي. هي بعرف انه عروستي الجبنه منها مثل تنطرولها، بس هيك المبدا. واصلا واصلا لمعلوماتك، اصلا المدى بيقول العروس تحت الاكليل ما بتعرف لمين بتصير، وفهمها كفايه. ولك حاجة تبوك يا أمي، شو بكي؟ يلا قومي قومي البسي فستانك، رح تصير الساعة 4. يلا يلا قومي قومي. أنا إذا حدا أخذ عروسي بعمل العملية حتى أرجع أخذها. أنت لازم تعمل مثلي، 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 أنت لازم تعمل مثلي. خلو فهمنا بقى، طوشتني مش معقول بس تعلق. شوف يا بيك، لما بدك طلع على البوتير تبعي معلم معمول معروف. هذا لقلك؟ ايه تعيرني اياه لانه كثير مستعجل. لوين بدك تروح هلا انت؟ خطيبتي بدها تتجوز، بدي الحقها سيارتي ما بتدور. شو بدك فيها؟ هلا شو بدك معلم؟ لحظة طب معلم، سيارتي ما عم بتدور. بتدور خيي ما بعرف. طب معمول معروف لك خيي، هيدا البوتير جديد، بدي ما تطلع فيه، ما تطلع فيه. طب معلم بدي وسيلة تقل، معمول معروف سيارتي ما عم بتدور. ايه دورها انت روح. طب خذها انا بدي اخذ هالعربية. لك طب طرت اول حدا بالهون بتجنن. شو بها انا كنت حب وحده يا معلم من زمان، كنت تطلع معها بالعربيه، حط لها خولي هيك تنبسط تنبسط كثير صرخت. مين انبسط؟ صاحبي من الشمال. التلفت له قلت له هيك هيك عم بيصير معي، قال لي ليك حط ايدك على اجرها، اذا شلت لك ايدك بيكون بدها. شو بدها؟ ما بعرف، هو هيك قال لي. طب زيح شوي. لا بزيح خلص. قوم 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 معلم عمر معروف. خلص ليك تبعي اياها. هي عم بتركب لك قرون يعني؟ نعم عم بتركب لك قرون هاي البلد؟ اذا ما لحقتها. ايه لا 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 خلص. لا شو بتشتغل؟ شو بتشتغل؟ معلم انا موظف بنك. ايه ايه عمر معروف. وين بيتك؟ هون بيتي. هذا بيتك؟ بخو تحت. شو هالبيت هيدا؟ شو هالبيت هذا؟ شو بيت؟ هذا بيت هذا بفوت بضل بحرتها او بطلع. خلص قوم معلم عمر معروف كثير مستعجل. خلص عيني بس عيري. انت بتحبها طيب؟ بتحبها ايه؟ ما بعرف بستك ليش هيك عليا. طيب خلص يلا ضرب على المديفيل وروح، ضرب على المديفيل وروح. ما في مفتاح؟ لا ما في مفتاح، كبيته. طيب يلا روح. ليك بعدي؟ نعم. عبالك شوي، بردو شوي. هلا انت بردو شوي، انت بتفهم بالسينما؟ بفهم ايه بالسينما. حاضر رامبو فور؟ فور لا. ايه خلص قول ما في، ما بدك تروح. طب ليه ما في؟ يا خي انا بحب رامبو. طب يا خي انا بحب رامبو اكثر واحد. طب عمر معروف. ما في. حطيني 500، حطيني 500. روح من هون. Thank you.
هيدا مين عم بيدعس لعل؟ قرب ابيض، قرب ابيض. ومنتابع برنامجنا، اهلا تفضل اخ جابر. اهلا. داخل له معدن؟ داخل له معدن، نعم. تابع تابع اخ جابر تفضل. طوله اطول من عرضه؟ طوله اطول من عرضه. وبعد بيطلع لك سؤال. يستعملوا السنجري؟ يستعملوا السنجري. لا بعتذر منك اخ جابر، ما بيستعملوا السنجري. بناخد اتصال. الو؟ هلا رح نحتفل بزواج الانسه رولا مع السيد منتج. وين المخرج؟ شو هالفيلم هيدا؟ معقول البطل ما يلحق العرس؟ السيد منتج، هل تقبل بالأنسة رولا زوجة لك؟ نعم. أنسة رولا، هل تقبلين بالسيد منتج زوجا لك؟ نعم. أنا؟ نعم. لا أنا. رولا. شوفي. أنا بقول. نعم. إنه ال 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 ال, ال, ال الوضع الاقتصادي بالبلد ككل. رولا شو خاص الوضع الاقتصادي؟ قولي نعم حبيبتي، شو عم تحكي؟ اشي بلا طعم. لحظة، بقول انه الوضع الاقتصادي بالبلد ككل. يا رولا شو بك؟ قولي ايه؟ يا عمي لحظة. أنسة رولا، هل تقبلين بالسيد منتج زوجا لك؟ ايه كنت عم فسر لك انه. شو عم تفسر؟ قولي ايه نعم لك يا رولا. عمتو لحظة علي شوي. لك فرد كف قدام العالم هلا. حسألك لآخر مرة. هل تقبلين بالسيد منتج زوجا لك؟ ايه تك رح فسر لك. رح عدد ثلاثة. برافو. لا. واحد. لحظة. رولا قولي ايه؟ مين؟ قولي انا؟ لا انا بدي اقولها. اثنين وربع. تكي لا. اثنين ونص. اثنين وثلاث ارباع. لا. رولا. شو جابوا هيدا؟ أرجعك رولا. رولا 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 وين رولا؟ هيا رولا. رولا وين رولا؟ عادل. أنا رولا عادل. شو بك ما عرفتني؟ معقول؟ رولا؟ إيه؟ رولا ليه شكلك هيك؟ ليه مبشعة؟ هي هيك عاملين. أنسة رولا، هل تقبلين بالسيد منتج زوجا لك؟ رولا قلت ايه؟ ايه؟ لا. قلت لا. لا. ايه؟ كيف ايه؟ قلت ايه؟ ايه قلت ايه؟ لا قلت لا. كيف ايه لا يا بنتي؟ قالت ايه؟ قالت ايه؟ لك قالت ايه؟ ما بتضايقنا الصلاة اللي بتحبه. قالت ايه؟ قالت لا. هلا سمعتها قالت ايه؟ قالت لا. قلت ايه؟ بس قلت لا. قالت لا. هلا سمعت قلت ايه؟ ما تكلم. لا يعني لا وايه يعني ايه؟ يا ايه يا لا؟ لا يا عمتي. لا يا عمتي قلت ايه؟ ما انا سمعت قلت ايه؟ قلت لا. قلت لا. هلا قلت ايه؟ يا عمتي قالت ايه؟ انا سمعت اللحن مش لا عادل كنت عارفة انك رح تجي. انت مش عارف حالك مع مين على الان. بك روح يا عمي بعد ناقص فشلت.
لو بتعرفي شو عم تعملي يا مجنونه يا عمتي، عم تروحي حياتك، عم تروحي لي مستقبلي. مستقبلك لو بتعملي لك يخت 50 متر ناطرك، شو عم تعملي يا عمتو؟ خلص انا بحبه يعني بحبه، حلو عني بقى. بزيل بحبوا بعضهم، تركوهم شو بدكم فيهم؟ ما خصك الحب، مش كل شيء بالحياه ما انه طفران. هدوء هدوء يا ولادي، في مداخله. نعم أنسة، انا مع عادل. وجع عنا مداخلة تاني. مدعم تفضل. أنا بقول إنه المنتج بعيش عيش أحسن. لك برافو برافو، حلو. إذا بتحب تزيد شيء بعد معك نص ساعة. عادل بيستاهلها. لا خلص يا لبان، خلص عادي صرف لبان. منتجك هيا منتجك يا بطول الدنيا. لحظة لحظة يا ولادي، معنا اتصال على الهواء. ألو ألو وقت التلفزيون من حدك إذا بتريد. بالإذن معلش أنا رح أخذ الاتصال لأن بدي أخلص اليوم. ألو ألو صباح الخير. ألو مين معي؟ معاك الأخ فاضل. من وين عم تحكينا أخ فاضل؟ والله أتكلم من الإمارات أبو ظبي. أهلا وسهلا فيك أخ فاضل، كيف الطقس عندكم؟ والله الحرارة شديدة. شوب أخ فاضل، ما هي شوب شوب كتير. أخ فاضل بالنسبة لموضوعنا شو رأيك؟ والله يعني اتجه الاخ عادل، يعني هو انسان طموح وشريف، يبقى يعيش الانسه رولا عيشه شريفه، واحنا نتمنى له كل التوفيق. انا لا يوفقك اخ فاضل. لحظه شوي لحظه شوي اشوف الاحصائيات على الشاشه. الى الزوم ما بدها اياه للزلمه. 92 92% بعيدوا زواج السيد عادل بالانسه رولا. لا 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 2% فقط، 2% فقط بعيدوا زواج السيد منتج بالآنسة رولا. عفوا مش معقول مش معقول. لا مبروك لعادل ورولا. مش مزبوط هالشيء، في زعبرة، مش مزبوط هالشيء. انا بحتاج كلها واضحة قدامك منتج رو، ما تسأل منتج، انا بتجوزك رو منتج. فيكم تتفضلوا على الكوكتيل، انا عازمكم احسابه. وانت كمان ابونا. ممنونك ممنونك يا ابني، مبروك يا بنتي. ميرسي. سير قدما عادل. 43 عادل. وانا كمان. ولك يا تيتا شو بدك هلا؟ بخربق فيي وبقلك ما بتقطو هالشب، وفي مرة طقت بدينتي هالشب خرج الكب، وفي مرة طقت بدينتي هالشب خرج الكب. عم فكر اخذ لي دوش ونام على وجهي طب، قول البيك عن لساني شو فهمك بالطب. معقولي راسك يا زلمة ومبسوط بهالضرب؟